السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس الخامس في سلسلة 30 يوم من بلندر. نتحدث في هذا اليوم عن بعض التيبس وتريكس في الموديلنج. أول تيب هو straighten edges. لو عندنا العديد من الإدجز هكذا، فعشان نقوم بعمل استقامة للإدجز ففي عندنا تطور. أول طريقة هي عن طريق الجي جي سلايد ثم إي هكذا. جي جي ثم اي او اف فليب هكذا. فاذا الادج بتكون باستقامة على حسب الادج العلوية او السفلية والاثنين مستقيمين، فاذا هتكون مستقيم هتكون هذه الادج مستقيمة بمعنى هكذا. فعشان نضغط جي جي سلايد اي زي اللي فوق فليب زي اللي تحت فليب هكذا فليب. المفترض السكرين كاست اشتغل. طيب كلام سليم. جي جي سلايد اي اف ده اول طريقة. تاني طريقة عن طريق استخدام لوب تولز فلاتن. لو عايزين نعمل فلاتن لإدجز معينة يعني في جزء من الإدجز مش اللوب كلها، فنضغط رايت كليك لوب تولز ثم جي ستريتش. هنا أيضا رايت كليك لوب تول جي ستريتش. طيب ده كلام سليم جدا. تالت طريقة سكيل زد زيرو. دي الطريقة اللي أنا بستخدمها غالبا، لكن الطرق الأخرى اللي هي الطريقة الأولى والتانية بتكون مفيدة لو الإدجز مش متوازية لأي أكسس من الأكسس التلاتة سواء إكس أو واي أو زد. ده كده بالنسبة لي الستريتن ايدجز، تلات طرق لي الستريتن ايدجز. بالنسبة لي اللوب، عشان نضيف هنا لوب او اكتر في المنتصف فممكن نستخدم كنترول بي، لكن نلاحظ ان ارتفاع الايدجز الوسطى بيتغير. الطريقة الافضل نضغط كنترول شيفت ار كنترول شيفت ار هكذا. لو في ماوس ويل ممكن نضغط بالماوس ويل بحيث نضيف لوبس. اذا بدل من كنترول بي البيفل نضغط كنترول شيفت ار في اكتر من لوب كنترول شيفت ار هكذا ونضيف اللوب بحيث الادج الوسطى تفضل نفس الارتفاع. ثالثا بالنسبه لي الادج فلو، في عندنا ادون هنا اسمها ايدج فلو. وظيفتها انها بتحافظ على الكيرف يكون سموث. فانا لو رحت هنا في الادون فعلت الايدج فلو، دي ادون هسيب لينك فيها في الوصف، ادون فري مجانية تماما. بختار هنا الايدجز ثم اذهب الى ايدج ثم سيت فلو ايدج سيت فلو. لو عندي اكتر من ايدج هكذا set flow set flow set flow. دي كده وظيفة هذه الأدون. زي ما قلت هسيب لينك لتحميل الأداة في الوصف، والإنستال ما فيش أي مشكلة زي أي أدون. هو بايثون فايل عن طريق إنستال بنضغط على الملف الباي أو الزيب فايل. رابعا how to dissolve edges. لو عندنا edge هكذا dissolve ببساطة control x هكذا dissolve edges او الاختصار control x. بالنسبة للإدج رينجز هذه الإدجز تضغطين على control اختار هذه الإدجز ثم x c dissolve مرة اخرى x ثم c for collapse x c. هنا اكس او كنترول اكس الاختصار. ده كان بالنسبه كان درس اليوم. اربع موديلنج تريكس بنستخدمهم في الموديلنج، ونستكمل هذه السلسله في الدرس السابع. تحدث عن الريجيد بودي.